في قطاع غزة يشكو آباء الأطفال المصابين بمرض التوحد من عدم توفر المراكز المتخصصة لعلاج أبنائهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح. آباء آخرون يواجهون مشكلة في تشخيص مرض أطفالهم لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من التوحد أم لا، وذلك بسبب نقص الإمكانات الطبية. في قطاع غزة لا توجد إحصائيات تعطي نسبة ولو تقريبية لأعداد مرضى التوحد، وهذا يعكس حالة عدم الاهتمام بهذا المرض، إلا أن وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن منح التراخيص لمراكز التأهيل بالشراكة مع وزارة الصحة أكدت أن عدد مراكز التربية الخاصة المرخصة تبلغ 15 مركزاً تضم 294 مريضاً بالتوحد وغيره من المشاكل الذهنية، بالإضافة إلى مراكز تعمل دون ترخيص تحاول الوزارة إغلاقها كما تفعل مع مراكز علاج التوحد التي لا تعمل حسب المعايير المحددة. نظرا للوضع الاقتصادي ونظرا لعدد كبر حجم الفئات الموجودة، تقوم بعض المراكز بدمج طلاب من طيف التوحد مع بعض الإعاقات، ولكن بشروط تضعها الوزارة بحيث لا يتم الإخلال بهذه الشروط. في أحد مراكز التربية الخاصة للتأهيل التحق الطفل أنس أبو طبيخ بعد معاناة عائلته في البحث عن مركز تأهيل يحرز فيه تقدما في السلوك دون أن يتعرض لمضايقات أو تراجع في العلاج، كما حدث معه في عدة مراكز، حيث إن أنس يعاني مشكلة تم تشخيصها على أنها مرض التوحد من قبل بعض الأطباء، فيما لم يعطي البعض الآخر نفس التشخيص. عانينا كثير، في مؤسسات أبدعت مع أنس، في مؤسسات لا، فإحنا بحاجة لرقابة، بحاجة لدعم لهذه المؤسسات، لأنه عمليا الطاقم رائع جدا، عندنا طواقم رائعة، لكن المشكلة في الإمكانيات، المشكلة في رقابة وزارة التربية والتعليم، والمشكلة الأكبر في أنه إحنا محتاجين فعلا طواقم طبية قادرة على تشخيص أولادنا التشخيص الصحيح. تصطدم عائلة مرضى التوحد بالتكاليف المرتفعة التي تطلبها مراكز العلاج التي أصبحت تجارية بالدرجة الأولى، كما تشتكي عدم حصول أبنائهم على التأهيل الصحيح والرعاية المنشودة، ولا ينفي ذلك وجود مراكز تضم متخصصين بأسعار زهيدة مراعاة لوضع الموظفين، إلا أن إمكانياتها متواضعة وتحتاج إلى دعم كبير لتوفر ما يلزم من وسائل تعليمية وغيرها، خاصة في ظل الأزمة المالية في غزة. هذه المراكز رغم كثرتها إلا إنها عبارة عن مؤسسة، عبارة عن مشاريع استثمارية ومؤسسات خاصة ودكاكين، ونحن نحاول في مركز نور الحياة للتربية الخاصة من خلال خبرتنا ومن خلال عملنا أن نواصل هذه الرسالة ونستطيع خدمة أطفالنا رغم شح الإمكانيات. تبدو رحلة مرضى التوحد وأهاليهم شاقة في قطاع غزة، إذ تبدأ بأخطاء التشخيص وتنتهي بالأزمة المالية التي تقف عائقاً أمام علاج البعض وتهدد بإغلاق مراكز التأهيل في ظل غياب الدور الحكومي لهذه الشريحة. وسام ياسين، الحرة، غزة.